هلا نصيحتي لكم بالنسبه للميك اب بفصل الخريف وبفصل الشتاء، دائما احنا بنروح للالوان الغامقه، بس عاده الالوان الغامقه دائما حاولوا احطوها بالليل. اذا كنت رايحه غدا متاخر عشاء، حطي اللون البوردو، لون الحمرة الاحمر، الخمري، البني الغامق، كله حاولي حطيه بالليل. بالنهار دايما روحي لالوان النود، الوان الزهر، الوان البيتش، الالوان الطبيعيه، لان اريح للنظر وكمان للشغل لطبيعه عملك احسن دايما واحسن للنظر. وإليك دايما روحي على الوان النود، وكوني مثلا الايلاينر تقدر تحطيهم في اي وقت، الايلاينر بنهار بالليل بطريقه حلوه بتقدر تحطيه في اي وقت. المسكارا نفس الشيء، الوان الفاونديشن دايما خليكي طبيعيه، دايما الميك اب وخصوصا بهذا الطقس باي وقت دايما خلي الفاونديشن تبعك لون بشرتك، لانه مع اذا انت كنت مثلا اذا في الصيف كنت حاطه فاونديشن اغمق او افتح بحرول ببين، بصير لونك عسكني. وبالشتاء كمان نفس الاشي، لانك اذا سقعتي مع عوامل الطقس مع الشتاء، لما انت بتكوني حاطه الفاونديشن لون بشرتك كل هاي العوامل ما بتاثر، لانه انت بتكوني طبيعيه عشان تكوني حلوه وجذابه وبتجنني والكل يكون مبسوط من منظرك.